عندنا قيامتين، قيامة صغرى وقيامة كبرى. الميت أول ما بيموت قامت قيامته الصغرى، بيشوف مقعده من الجنة أو مقعده من النار. لما تشوف مقعدها من الجنة قدموني قدموني، لما مقعدها من النار أخروني أخروني. وملك الموت يقول انتوا بتبكوا ليه؟ والله مالي ذنب مالي عذر. وينادي ملك الموت على الميت، يا ابن آدم طفت لك الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها فلم أجد لك كسرة خبز واحدة، قد استوفيت رزقك. يا ابن آدم طفت لك الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها فلم أجد لك شربة ماء تشربها. يا ابن آدم طفت لك الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها فلم أجد لك نفسا واحدا تتنفسه، قد استوفيت أجلك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.